مرحبا يا احلى متابعين، وياكم شيماء اللي اليوم راح اوضح لكم طريقه اللاصق مال انف. وكونوا معانا. لاصق الاول الثاني الثالث وهماتين راح نخليه بعد واحدة، يعني المجموع راح يكون الأربعة. وراها اكو تدليك اللي اثنين اصابعكم تخلون على هاي المنطقة وتجيبون ضغط عليها على مود كل الورم اللي موجود يروح. ومن جوا الضغطون عليها، بعدين بالمقص تقصونها. مرة لاصق، مرة ثانية محلي، واحد ثلاثة مثل ما تشوفون شغل روعة. وآخر شيء من جوا لفوق تخلون اللاصق. طريقة اللاصق. تحياتي. شكرا.